وحشتكم بالذات. هو انت بتعمل ايه احنا؟ عايزه ايه هتفضحينا؟ عايزه ايه؟ بتعمل ايه؟ عايزه بعمل فيديو هاجر. هاجر بقول لك ايه يا هاجر؟ الحاجات اللي انت طالباها مني انا اديتها لجوزك، هو شاهد حاجات خدها كلها. دي اول حاجه. الثانيه بقى، انا جبت لكم الحاجه، هتودوني عندكم المغرب امتى؟ يا نهار اسود، انا عايزه اجرب الاكل المغربي. استني بس نفهم الناس انت مين اصلا، يعني عشان الناس عماله بتسمع. صاحبه هاجر كده. طب انت تعرفيني من كام سنه؟ طيب 30 سنه. يخرب بيت 30 سنه يا جدعان، انتوا متخيلين الكائن الفضائي اللي قاعد جنبي ده؟ هي واقفه يعني مش قاعده. انا واقفه والله، انا واقفه، انا مش قصيره، انا طويله. انا باين باين دي نوعها يا جماعه، عشره تقريبا 30 سنه. الحمد لله هي فضحتني. لا هاجر خلاص، انا بوثق اللحظه دي ان انا سلمتك الحاجه. إيه؟ بس بتوثق. انا سلمتك الحاجه، الناس هتفهم حاجه. ده ما ينفعش، انا هقطعها دي. مش بجد؟ اه الفيديو ده الاكونت هيقفل. هقطع اللقطه دي اصلا. يا جماعه والله اديته حاجات ماشي. حلوه. ماشي نرجع لموضوع. خلاص ايه ده؟ طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب انا عايزه اجي المغرب، اعزموني على المغرب. انا عايزه اشوف المغرب، بلد جميله، المغرب بلد عظيمه. طب تعرفي ايه الاكلات، اسماء الاكلات اللي هناك؟ طيب بما انك عايزه تجربي، بما انك طفصه وبتحب الاكل، يعني ممكن اقول الاماكن نفسها اللي في المغرب؟ الرباط. العب ده عشان انا فيها، قاعد فيها. انت قاعد في الرباط؟ انا قاعد في الرباط. يلا ها، وايه تاني؟ استنى استنى، صفاقس. ايه صفاقس؟ صفاقس دي تبقى خالتك. تعالي هنا، تعالي بس خدي صفاقس. صفاقس دي تبقى خالتك. صنعاء. صنعاء ايه ده؟ في ايه دي؟ بتجيب لي كل من كل بلد مدينه. لا بجد والله ما تعرفيش، انت جاهله كده خالص. انت عارفه الصفاقس دي فين؟ لا والله. في تونس. لا والله انا مصدقك. مش محتاجه تحلفي. وحياة ربنا ما اعرف. ايوه ما من غير ما تحلفي، احنا كلنا مصدقين. والله احنا بنحب المغرب واهل المغرب. طب بصي تعالي، انت عشرة 30 سنه صح؟ اه. وهاجر بقى عشرة 6 7 سنين صح؟ اه. يعني انت تعرفيها بقالك 6 7 سنين من ساعه ما اتجوزنا. منك لهاجر انا بره عني بقى. هاجر انت جميله وانا بحبك وبحب الناس اللي بتحبك، ودلوقتي احمد انا بعزه وبحبه عشانك. معلش يا احمد. نهى مصره مصره نخسر عشان الناس ما شافوش هاجر، فنوع مصره ان هاجر شبه كندا علوش. والله هي شبه كندا علوش، يعني كل ما تشوفها تعالي يا كندا. ايوه روحي يا كندا. انا سميت بنتي كندا عشان هاجر. اه كندا علوش. ايوه خلاص يا نهى، منك لهاجر، منك لكندا. تمام. ومحد يا جماعه، ما حدش يركز في الفيديو ده قوي، هي عشان هو تافه بس. احنا دي هي مش انا، هي منك لهاجر بقى. قولي لهم باي باي بره عني ماشي.